السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روضة مدرسة أكاديمية العزيز الصلب الصف الرابع الرياضيات، المعلمة شاهيناز الزيادات. أهلا بكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد ودرس جديد تابع للفيديو السابق الذي تعلمنا فيه كيفية حساب مساحة محيط المربع. الآن سوف نتعلم كيفية حساب ومساحة و محيط المستطيل. ما هو المستطيل؟ المستطيل شكل هندسي فيه كل ضلعين متقابلين متساويين قياسا. إذا هذا هو المستطيل، وهذا هو الضلع الذي يسمى العرض، وهذا الضلع يسمى الطول. الطول هذا الضلع يقابله هذا الضلع في المستطيل، وهما متساويان في الطول. وهذا الضلع الذي يسمى العرض يقابل هذا الضلع ويساوي. إذن شكل هندسي فيه كل ضلعين متقابلين متساويين. والآن ما هو قانون مساحة المستطيل؟ قانون مساحة المستطيل يساوي الطول ضرب العرض. المساحة الطول ضرب العرض. المساحة الطول ضرب العرض. أما المحيط، تعلمنا أنه مجموع أطوال الشكل الهندسي. لدي الطول الأول والطول الثاني والعرض الأول والعرض الثاني. إذن 2 في الطول زائد العرض. إذن أجمع الطول والعرض أولا ثم أضربهما ب2. فلنبدأ بحل الأمثلة. أوجد من خلال الشكل مساحة ومستطيل، مساحة المستطيل ومحيطه. نتذكر قانون المساحة الطول في العرض، ووحدة المساحة سنتيمتر تربيع. المحيط 2 ضرب الطول زائد العرض. إذن هذا هو المستطيل، هذا العرض سنتيمتر، وهذا الطول 6 سنتيمتر، وهذا 5 سنتيمتر العرض، وهذا الطول. إذا نوجد المحيط، نكتب أولا القانون 2 ضرب قوس الطول زائد العرض. إذا 2 ضرب 5 زائد 6، 2 في 5 زائد 6، 2 في 11، 22 سنتيمتر دون تربيع. هذا محيط دون تربيع. أما المساحة الطول ضرب العرض، 5 في 6 30 سنتيمتر مربع، 30 سنتيمتر مربع. في الشكل المجاور أوجد طول الضلع المجهول. هذا الشكل يمثل المستطيل، طوله 6 سنتيمتر، وأعطيت من هذه الإشارة التربيع. نستطيع تفسير ما أعطاني إياها في السؤال، هل هي مساحة أم محيط؟ إذا وجدت هذه الإشارة التربيع فهي مساحة، أما إذا لم توجد فهي محيط. فإذن وجود التربيع دليل على أنها مساحة. إذن ما العدد الذي أضربه في 6 يعطي 24؟ إذن 24 تقسيم 6 هي 4 سنتيمتر، والذي يمثل العرض، العرض يمثل 4 سنتيمتر. واجب بيتي من صفحة كتاب الطالب من صفحة 60 إلى صفحة 64. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي بكم بمدارس العزيز.